السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مره اخرى في تصحيح التمرين رقم 2 حول حساب الاحتمالات. في التمرين هذا غنصحوا تمرين يتعلق بالسهل بالتتابع وبدون احلال. بالنسبه لمعطيات التمرين انا مكتبتش التمرين كله، بصغر المعطيات هنايا الاختصار ديالهم. لدينا صندوق يحتوي على 4 كرات بيضاء، هنا كاين الالوان وكاين الارقام. 4 كرات بيضاء تحمل الارقام 1 1 2 2 و 6 كرات سوداء تحمل الارقام 1 1 2 2 4 4. اذا في الصندوق لدينا 10 كرات، 10 الكرات، 4 منهم 4 بيضاء تحمل الارقام و 6 سوداء. لا يمكن التمييز بين الكرات باللمس، يمكنش نميزو بيناتهم، يعني كلهم بحال بحال. نسحب بالتتابع وبدون احلال 3 كرات من الصندوق، يعني هذه التجربه كنقومو بها. المعنى ديال بالتتابع يعني كنسحبو كره واحده تلو الاخرى تنكملو 3 بدون احلال بدون ارجاع الكره المسحوبه، يعني كنسحبو الكره الاولى وكنحتفظو بها جانبا، عاد كنسحبو الكره الثانيه كنحتفظو بها ما كنرجعوهاش للصندوق، ثم كنسحبو الكره الثالثه. هذا هو المعنى ديال نسحبو 3 كرات بالتتابع وبدون احلال. السؤال هو احسب احتمال الحدث الثاني، الحدث أ الكرات الثلاث المسحوبه تحمل نفس اللون. يعني كما قلت لكم في التمرين الاول، اول حاجه غنحسبها هي كاردينال اوميغا، حيت كنستعملوا في هذه الاحداث كلهم. من اول حاجه نحسبوها هي نحسبوا كاردينال اوميغا. ملي تيكون سهل بالتتابع وبدون احلال ان كاردينال اوميغا هي لارونجمون. ارونجمون شحال كنسحبوا؟ كنسحبوا 3 من اصل 10، ا 3 من 10 يساوي 10 مضروبه في 9 مضروبه في 8. هذا هو كاردينال اوميغا، يساوي 972 يساوي 720 كاردينال اوميغا. نحسبوا الان احتمال ديال الحدث ا، لنحسبوا احتمال الحدث ا. بالنسبه للحدث ا خصنا نفهموا الخبر ديالو شنو هو. الكره الثلاث مسحوبه تحمل نفس اللون، يعني كنهتموا فقط بالالوان، ان من تيكون عندنا الصندوق الالوان والارقام. هنا بغينا نسحبوا ثلاث كرات من نفس اللون، ما كيهمونش الارقام، حنا ما كاينش الارقام. يعني المعنى ديال الحدث ا هو سحب ثلاث كرات من نفس اللون، يعني ممكن نسحبوا ثلاث كرات بيضاء او ثلاث كرات سوداء. يعني بي 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 ثلاث كرات بيضاء او ثلاث كرات سوداء ان ان ان. اذا كاردينال اوميغا او كاردينال ا يساوي ارونجمون، دائما كنستعملوا عدد الترتيبات بدون التكرار لثلاث كرات من بين، يعني شحال باش نسوي ثلاث كرات بيضاء ثلاثة من أربعة، أن عندنا ثلاث أربع كرات بيضاء في الصندوق، أو نديرو بلاصتو زائد أرونجمون ثلاثة من ستة، أن عندنا ثلاث ست كرات سوداء يساوي أ ثلاثة من ربعة يساوي ربعة مضروبة ثلاثة مضروبة جوج زائد أ ثلاثة من ستة يساوي ستة مضروبة خمسة مضروبة أربعة يساوي، نحسبو النتيجة مباشرة شحال كتساوي. هنا 12 من 24 زائد 30 4 هي 120 هي 144 144. اذا الاحتمال ديال الحدث أ يساوي، دائما كنستعملو الصيغة باش كنحسبو الاحتمالات، كاردينال أ على كاردينال أوميغا يساوي 144 مقسومة على 720 هي كاردينال اوميغا. بالنسبة للاختزال ديال هذا العدد 144 مقسومة على 720 تساوي 1 على 5، يعني احتمال ديال الحدث أ يساوي 1 على 5. نحسبو احتمال ديال الحدث ب، نحسبو احتمال الحدث ب، أن الحدث ب هو الحصول على ثلاث كرات تحمل الرقم 2. هنا كنهتموا فقط بالارقام، بالنسبه للحدث ا اهتمينا فقط بالالوان، الحدث ب فيه فقط الارقام.
بحال ما كاينش الالوان عندنا في الصندوق، بحال عندنا الكرات تحملوا هاد الارقام هادو، بحال ما كاينش الوان. الى غنسحبوا ثلاث كرات كلهم عندهم الرقم 2، اذا غنسحبوا شحال من كره تحمل الرقم 2 في الصندوق. اذا كاينه هنا وحده 2 3، اذا ثلاث كرات تحمل الرقم 2. اذا هنا الحدث بي المعنى ديالو هو الحصول على ثلاث كرات تحمل الرقم 2، اذا نسحبوا 2 2 2. اذا كاردينال بي يساوي ارونجمون. اذا هنا عندنا ثلاثه الكرات اللي عندهم رقم 2 في الصندوق، كاينه بي 2 و ام 2 و ام و ام 2، يعني 2 2 2. ما كنهتموش هنا بالالوان، فقط بالارقام. 3 من 3 يساوي ارونجمون 3 من 3 يساوي 3 مضروبه في 2 مضروبه في 1 يساوي 6. اذا احتمال probability de l'événement B احتمال الحدث B يساوي كاردينال B على كاردينال أوميغا يساوي 6 على 720 يساوي الاختزال ديال 6 على 720، 6 مقسومة على 720 يساوي 1 على 120، 1 على 120. بالنسبة للاحتمال بي، الاحتمال ديال الحدث سي، بالنسبة للاحتمال ديال الحدث سي، شنو هو الحدث سي؟ والحصول على ثلاث كرات تحمل الأرقام مختلفة مثنى مثنى. إذا كذلك هنا كنهتم غير بالأرقام فقط دون الألوان، يعني كنسحبوا ثلاث كرات يكون عندهم ثلاث أرقام مختلفة مثنى مثنى، كل رقم يشبه الآخر. يعني هنا عندنا شنو هو الأرقام اللي عندنا في الصندوق؟ كاين الرقم 1، الرقم 2، ثم الرقم 4. إذا هنا الحدث سي المعنى ديالو هو الحصول على الرقم 1، كرة تحمل رقم 1، وكذلك كرة تحمل رقم 2، وكرة تحمل رقم 4. وهنا ردوا البال واحد القضية مهمة جدا اللي هي الترتيب. أنا باش نسحبوا مثلا ثلاث كرات، وحدة عندها رقم 1، والأخرى عندها رقم 2، والأخرى عندها رقم 4، هنا الترتيب تاعي دور مهم. ممكن نسحبوا مثلا الكرة الأولى لقوها عندها رقم 1، الكرة الثانية عندها رقم 2، الكرة الثالثة عندها رقم 4. ممكن عاوتاني حالة أخرى، ممكن نلقاو مثلا الكرة الأولى عندها رقم 1، الكرة الثانية عندها رقم 4، الكرة الثالثة عندها رقم 2. كاين عاوتاني حالة أخرى، يعني كنلعبو على الترتيب. بحال مثلا سحبنا الكرة الأولى عندها رقم 1، الكرة الثانية عندها رقم 2، ماشي بحال سحبنا الكرة الأولى عندها رقم 2 والكرة الثانية عندها رقم 1، يعني كاين فرق في الترتيب. كاين خلاف في الترتيب، لأن ديما سيكون السحب بالتتابع وبدون إحلال ردوا البال للترتيب. ملي سيكون الكرات مختلفين الترتيب هنا تيلعب دور مهم. إذا شحال من حالة عندنا هنا؟ يعني كاينين 6 الحالات، هو 3 عامل على التبديلات لثلاث كرات. إذا بغيت تعرف شنو هما هاد 6 الحالات ممكن ندزوهم هنا. مثلا هنا 1 2 4 ولا 1 4 2، ولا مثلا هنا 2 1 4. يعني هنا الكرة الأولى عندها 2، الكرة الثانية عندها رقم 1، الكرة الثالثة عندها رقم 4، ولا 2 4 1. وكذلك قد هنا 4 1 2 4 2 1. هادو هما 6 الحالات اللي كاينين في الترتيب. المعنى ديال 1 2 4، يعني سحب الكرة الأولى تحمل رقم 1، الكرة الثانية تحمل رقم 2، الكرة الثالثة تحمل رقم 4. هنا الكرة الأولى تحمل الرقم 1، الكرة الثانية تحمل رقم 4، الكرة الثالثة تحمل رقم 2، إلى آخره حتى نكملو هاد الحالات. شحال من حالة عندنا؟ 6 الحالات. وخا نفس الكرات نفس الأرقام، ولكن الترتيب تيختلف، تيختلف الترتيب. لذا أشنو غنديرو هنا؟ غنضربو في 6، يمكن 6 الحالات الممكنة. إذا كاردينال، هاد 6 كيتسمى المعامل ديال الترتيب. كاردينال الحدث سي يساوي ارونجمون الكره الاولى، الكره يعني اللي تحمل رقم 1. شحال من رقم 1 كاين في الصندوق؟ ها 1 2 3 4، 4 ديال رقم 1.
أربعة ديال الكرات اللي عندها الرقم واحد، إذا نسحب وحدة من أصل أربعة نضرب بها، شحال من كرة عندها رقم جوج؟ شحال من كرة كاين واحد جوج ثلاثة، ثلاثة الكرات اللي عندها الرقم اثنان، واحد من ثلاثة نضرب بها أربعة، شحال من كرة عندها رقم أربعة؟ كاينة وحدة اثنان ثلاثة، ثلاثة الكرات واحد من ثلاثة، الشكل اللي خصنا نضربوه باش نضربوه في ستة اللي هو هاد ستة شنا هو ثلاثة عاملي، ممكن نديرو هنا مثلا نضربو ثلاثة عاملي، ثلاثة فاكتوريال، عدد التبديلات لي ثلاث كرات، إذا دائما ردو البال لهاد المعامل ديال الترتيب، حيت هو مهم، غير ملي يكون عندكم في التمرين السحب بتتابع سواء بإحلال ولا بدون إحلال، فكروا هاد القضية ديال الترتيب. تساوي أ واحد من ربعة يساوي ربعة، ثلاثة هنا ربعة، ثلاثة ثلاثة ستة، يساوي غنحسبو النتيجة شحال كتساوي، ربعة ثلاثة تسعود، ربعة نضربها في تسعود نضربها في ستة، يساوي ميتين وستاش، ميتين وستاش، إذا الإحتمال ديال الحدث سي يساوي ميتين وستاش مقسوم على سبعمية وعشرين، اللي تاخدنا الأوميغا، الإختزال ديال ميتين وستاش على سبعمية وعشرين، ميتين وستاش مقسومة على سبعمية وعشرين يساوي ثلاثة على عشرة، ثلاثة على عشرة هو الإحتمال ديال الحدث سي. نشوفو الآن الإحتمال ديال الحدث دي الحصول على ثلاث كرات مختلفة في اللون، الحدث دي الحدث دي، اشنو هو الحدث دي؟ الكرة الثلاثة مختلفة اللون، هنا كنهتمو فقط بالألوان، اشنو هو الألوان اللي عندنا في الصندوق؟ جوج الألوان، يعني الكرة البيضاء والكرة السوداء، يعني مختلفة اللون، يعني ممكن نسحبو مثلا يعني يكونوا فيهم ألوان كلهم بجوج، الكرة البيضاء والكرة السوداء، اشنو هما الحالات اللي كاينين هنا؟ الحالة دي ديالو هو باش نسحبو ثلاث كرات، ثلاث كرات عندهم الألوان مختلفة، يعني غنسحبو ثلاث كرات من الألوان بجوج، ممكن نسحبو مثلا جوج الكرات البيضين وحدة سوداء أو العكس، يعني بي دي جوج كرات بيضين وحدة سوداء، هنا سحبنا ثلاث كرات مختلفة اللون، مختلفين يعني كاين الألوان بجوج، كاين اللون الأبيض واللون الأسود. هنا ملي كنزيدو ديك القضية ديال مثنى مثنى، يعني خصهم يكونوا مختلفين كلهم ثلاثة بهم، حتى وحدة متشبه الأخرى، أما ملي تيكونوا مثلا ثلاث كرات مختلفة اللون، ممكن يكونوا مثلا جوج بحال بحال، وحدة مختلفة عليهم، يعني كاين الفرق، أو يعني هنا ممكن نسحبو جوج كرات بيضاء وحدة سوداء، أو العكس، جوج كرات سوداء وحدة بيضاء، حيتاش غير جوج الألوان اللي عندنا في الصندوق، الكرات البيضاء والكرات السوداء، هذا هما الحالات اللي كاينين في الحدث، الحدث دي، كذلك هنا كاين الترتيب، كاين الترتيب هنايا، نتلوه هنا باش ما ننساوش، بالنسبة للحالة الأولى، كرتين بيضاوين وكرة سوداء، أشناهما المعامل ديال الترتيب؟ المعامل ديال الترتيب، ممكن مثلا تكون الكرة السوداء في السحبة الثالثة، ممكن تكون في السحبة الثانية، ممكن تكون في السحبة الأولى، إذا المعامل ديال الترتيب هو ثلاثة، غنضربها في ثلاثة. أو كذلك هنا كرتان سوداوان وكرة بيضاء، المعامل ديال الترتيب هو ثلاثة، نضربو في ثلاثة، يعني الكرة البيضاء ممكن تكون هنا، ممكن تكون هنا، ممكن تكون هنا، الترتيب تيلعب دور مهم، دائما ملي تيكونو عندكم الكرات، ثلاثة الكرات، ثلاثة الكرات، جوج بحال بحال، وحدة مختلفة عليهم، تيكون المعامل ديال الترتيب هو ثلاثة، ملي تيكونو الكرات كلهم مختلفين في ثلاثة بهم، المعامل ديال الترتيب هو ستة. اللي هو ثلاثة عاملي، إذا تاخدينا الحدث كيساوي هنا أغونجمون جوج من، يعني جوج كرات بيضين من أصل أربعة، جوج من أربعة نضربه وحدة من أصل ستة، من ستة نضربه في ثلاثة اللي هو المعامل ديال الترتيب، زائد
كذلك هنا جوج كرات سوداء، كرتين سوداوين من اصل 6، 2 من 6 مضروبه في ارونجمون واحد من 4 مضروبه في 3 تساوي. نحسبوا النتيجه اللي كتساوي هنا اجوج من 40 يساوي 4 مضروبه في 3 مضروبه في 6 مضروبه في 3 زائد اجوج من 6 يساوي 6 مضروبه في 5 مضروبه في 4 مضروبه في 3. نحسبوا النتيجه شحال كتساوي 12 مضروبه في 18 زائد 30 مضروبه في 12 تساوي 576 576. اذا احتمال الحدث دي يساوي 576 على 720 يساوي اختزال ديال هذا العدد 576 مقسومة على 720 4 على 5 4 على 5 هو الاحتمال ديال الحدث D. إذا نقارن الآن الاحتمال ديال الحدث E. بالنسبة للاحتمال ديال الحدث E عندنا الحدث E الحصول على ثلاث كرات تحمل رقم زوجي، يعني الحدث E هنا شنو هو الأرقام الزوجية اللي كاينة عندنا في الصندوق؟ يعني كاين جوج، الرقم جوج والرقم أربعة، إذا شحال المجموع ديالهم؟ يعني مكيهمناش هنا جوج ولا أربعة، المجموع ديال الأرقام الزوجية، كاين الحدث E هو الحصول على ثلاث كرات عندها رقم زوجي، مكيهمناش يكون أربعة ولا يكون جوج. هنا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، يعني كاين ستة الأرقام الزوجية في الصندوق. ممكن نرمزو مثلا الرقم الزوجي بـ بي حيث بي هو رقم زوجي. بير يعني هنا نسحبو ثلاث أرقام زوجية، يعني بي 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 بير يعني اعتبرناه هو رقم زوجي. ممكن يكون هذا بي، ممكن يكون جوج، ممكن يكون أربعة، حيت هما الأرقام الزوجية اللي عندنا في الصندوق. إذا كاردينال E يساوي أرونجمون هنا بي بي بي، يعني هنا شحال الرقم الزوجي عندنا في الصندوق قلنا كاين ستة، اثنان، أربعة، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ستة الأرقام الزوجية. غنسحبو اثنان من أصل ستة. هنا مكاينش ترتيب، لأن نفس النوع. نفس النوع رقم زوجي، واخا كاين مثلا جوج ارقام واخا كاين جوج اربعة ما كنفرقوش بيناتهم، المهم نلقاو رقم زوجي. يعني نصحو ثلاثة، عفوا ثلاثة من اصل ستة يساوي ستة مضروبة في خمسة مضروبة في اربعة يساوي ستة في خمسة ثلاثين في اربعة 120. اذا احتمال الحدث E يساوي كاردينال E على كاردينال أوميغا يساوي 120 على 720 يساوي اختزال ديال 120 على 720 هي 1 على 6. هذا هو الاحتمال ديال الحدث الأخير اللي هو E. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.